يا ريت انك سجلت الكلمه اللي غادي نقول. عندي حياة مهنية وعندي حياة روحية، والحياة الروحية خلتني أنني نبحث. البحث ديالي أداني إلى إصدار الكتاب الأول اللي هو على قدم سيدي أحمد التيجاني، رحلة في زاويته عبر العالم. يعني مشيت لعدة البلدان اللي فيها الطريقة التيجانية، ومن بعدها من زاوية لزاوية تصدقت في المدارس العتيقة ديال سوس اللي هي شيداتها نساء، وشيداتها نساء المدارس اللي كتكون رجال. واليوم كنتكلموا على المساواة، وانا اظن انه هذا الموضوع اللي كيتكرر ان خصنا نفكروا الناس في التراث ديالهم والاصول ديالهم باش يعرفوا بان الرجال والنساء شقائق. الكتابة وسيلة تبليغ، وسيلة تبليغ اللي هي مهمة لان كيكون توثيق. كيقول المثل الفرنسي لي بارول سانفول لي زيكري ريست، يعني كنلقي محاضرات ولكن الكلام كيكون ديك الساعات كيأثر ديك الساعات حقيقة، لكن الكتابة كتخلي أثار دائم. وهذه واجب 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 أننا نبلغوا الشباب ديالنا حقائق التراث ديالهم التاريخي الديني الروحي. ان شاء الله النشر غادي يكون حاضر معنا اليوم، وانا كنترقب التاريخ لان بحالي بحالك ما عرفتش. هو الكتاب جاهز، عنوانه اسرار وانفاس وليات سوس وفاس، وان شاء الله قريب يكون. رساله لعامه الناس ان لا شيء جميل يمكن له يصدر بدون محبه، واي حاجه يمكن لها تنشأ الا ما كان شي فيها المحبه ما كاين عطاء. وولادنا خصنا نربيوهم في المحبه، وخدمتنا خصنا نعملوها بمحبه، وكتلتزم الا كان المحبه كيكون الالتزام، وهذا هو الحاجه الوحيده اللي كتخلي الخلل في المجتمع. لقيت عليا سؤال مهم جدا بالنسبه للمهنه ديال الهندسه المعماريه، واش مازال كنمارس ولا شنو هما المشاريع اللي مازال عندي. انا غادي نقول لكم كلمه واحده، بناء البشر اهم من بناء الحجر. الانسان ما عنده ما يدير ببناء اللي ما فيه روح.